بورسعيد ل 18 يونيو. أجلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة الثلاثاء برئاسة المستشار محمد رزق محاكمة 11 متهم صدرت ضدهم أحكام غيابية في قضية مجزرة الساد بورسعيد والتي راح ضحيتها 72 قتيل من مشجعي النادي الأهلي وإصابة 254 آخرين في أحداث العنف التي شهدتها مباراة الأهلي والمصري في فبراير 2012 إلى جلسة 18 يونيو لسماع شهود الإثبات وضم أصل القضية من محكمة النقض. كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي الألتراس انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى تمكنهم من الاعتداء عليهم بعد أن أيقنوا من قدومهم. لمزيد من التفاصيل حول هذه المحاكمه معنا على الهاتف الاستاذ محمد رشوان محامي اسر شهداء مذبحه بورسعيد. اهلا بحضرتك استاذ محمد. اهلا بحضرتك يا فندم. ايه اللي حصل النهارده في الجلسه ولماذا تم التاجيل ل 18 يونيو؟ اللي حصل النهارده انه تم تاجيل الجلسه لجلسه 18/6 لحاجتين. السبب الاولاني هو ضم الملف الوارد من محكمه النقض بعد حكم النقض اللي صدر في 6/2 باعاده المحاكمه امام دائره اخرى، والسبب الثاني انه في شهود المحكمه طلبتهم لم يحضروا اليوم، فقررت المحكمه تاجيل لجلسه 18/6. الشهود اللي ما حضروش النهارده منهم حكم المباراه الكابتن سليم عمر، ومنهم العقيد محمد خالد نمنم رئيس الولايات الجنائيه بورسعيد، ومنهم الاستاذ نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور. كانت المحكمه طلبتهم في جلسه سابقه ولما ما جوش النهارده والملف لسه ما جاش من محكمه النقض، فقررت المحكمه تاجيل نظر الدعوه لجلسه 18/6. وان شاء الله احنا مكملين موجودين. يعني حضراتكم باعتبارك محامي الاسر الشهداء طلباتكم ايه بالظبط؟ وهل انتم بتوجهوا يعني الاتهام لناس معينه بالذات شايفين انهم هم المتورطين؟ والله النيابه العامه، وانا كنت سامع حضرتك بتقري جزء من قرار الاحاله، في هذه القضيه تحديدا بذلت مجهود خارق الصراحه، والى ان انه تم في جزئيه تم تعديلها في مرافقه النيابه العامه في اعاده الاجراءات، اضافت جزء كمان رائع للي حضرتك قلتيه ان هي انتبهت لمساله انه تم حشر جماهير النادي الاهلي في السلم او في الممر، هكذا قالت النيابه العامه تحديدا، انه اتجهت كمان لانه مساله القتل بالدفع، ان المجرمين هم اللي دفعوا المبني عليهم الى الممر اللي كان مغلق ودبروا الكلام ده. دي كانت جزئيه مش موجوده في مرافقه النيابه في بدايه القضيه، والنيابه العامه اضافتها في الاعاده الجديده. واحنا النيابه العامه من اول امر الاحاله قالت انه المتهمين المسؤولين في قصد الاتهام ارتكبوا هذه المجزره واخرين مجهولين. فما زال الامر مفتوحا امام البحث عن الاخرين المجهولين، خاصه الممول الرئيسي والمحرض على هذه المجزره. لسه النيابه العامه اعتقد ان هي شغاله على البحث عنه في ومع تحريات الادارات الجنائيه او الداخليه للبحث عن هذا المحرض والممول، ان احنا في سبيلنا للوصول اليه ان شاء الله. نتمنى هذا حتى يستريح قلوب اهالي الشهداء. شكرا للاستاذ محمد الرشوان محامي اسر شهداء مذبحه بورسعيد والتي راح ضحيتها 72 قتيل معظمهم من الشباب الصغير مشجعي النادي الاهلي.